تنافس في الشوط الرابع مشاهدينا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر الأربع سنوات فأكثر في رابع أشواط الحفل الختامي لموسم سباقات الفروسية السعودية لهذا العام 28-29. المتجرد يبدأ الانطلاقة مع تقدم أيضا من المكلف في المرتبة الثانية، المتواضع يأتي إلى المرتبة الثانية، تأخر المكلف للمرتبة الثالثة في هذا الشوط، وندى رضوان يأتي إلى المرتبة الرابعة مع تحاولات من معذور الاتيان الآن في المرتبة الخامسة. المتجرد يقود الجياد في صدارة هذا الشوط من الداخل في المرتبة الأولى، المتواضع يأتي في المرتبة الثانية مع محاولات من المكلف من الخارج للتقدم للمرتبة الثانية، المكلف يتقدم للمرتبة الثانية لحق بالمتصدر المتجرد. ندى رضوان يأتي للمرتبة الثالثة، محاولات معذور للإتيان في المرتبة الرابعة في هذا الشوط، لما الرياض تأتي إلى المرتبة الخامسة، المذهل يأتي في المرتبة السادسة، والمتجرد في صدارة هذا الشوط مع المنعطف الأخير، المتجرد بطول ونصف الطول عن المكلف صاحب المركز الثاني. جبار يحاول التقدم أيضا ولما الرياض، والمنعطف الأخير الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، المتجرد هل يحسمها المتجرد أم المكلف في شوط مثير الآن؟ الخيل تتنافس في هذا الشوط، المتجرد في الصدارة، المرشح يأتي، يأتي فخر الزمان، يأتي فخر الزمان، يأتي فخر الزمان، يأتي للمركز الأول، يحسمها المرشح، يحسمها تحت قيادة الخيال السعودي فهد العويس. ألف مبروك، ما شاء الله تبارك الله على هذا الجواد، يسجل